والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية مرة أخرى. ليلى عمر، شكرا لكما، وننتقل لمتابعة آخر أخبار طقس الغد. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 26، الصغرى 20، الإسكندرية 25-19، مطروح 24-16، بورسعيد 26-23، والإسماعيلية 27-19. ننتقل للسويس 26-20، العريش 24-17، طابة 31-20، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 32-22. نذهب للأقصر 32-21، أسوان 33-22، الوادي الجديد 31-21، شلاتين 32-25، وأخيرا حلايب 27-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.